وللوقوف أكثر على تداعيات الأزمة بين كل من روسيا وأوكرانيا، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ فراس. مرحبا، تحياتي. أستاذ فراس، كيف تقرأ التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا وتوقيته أيضا؟ يعني بالنسبة للسياسة الروسية الخشنة ربما في بعض المناطق كما أوردتم في التقرير، كان في سوريا، أوكرانيا، بعض المناطق الأخرى، أبخازيا من قبل، لأن سياسة القوة واضحة لإبقاء مسألة الردع بالنسبة لروسيا. وأظن أن التوتر مع أوكرانيا هي رسالة قوية يعني الناتو مباشرة، وأيضا الناتو وإرسال السفينة البارجة البحرية البريطانية التي ستصل إلى البحر الأسود، أيضا هي أيضا رسالة من قبل أيضا أظن الناتو في مقابل روسيا. والتوقيت أظن هو قائم، يعني السيد بايدن بعد وصوله إلى سدة الحكم في أمريكا يعني يريد أن أيضا يظهر بعض الأمور والقوة لأمور أيضا داخلية في الداخل الأمريكي. طيب أستاذ فراس، ما تأثير ذلك على تركيا كونها الحليف الأقرب في حلف الناتو لكل من روسيا وأوكرانيا؟ بالنسبة لتركيا ربما هي الثقل الأهم في المنطقة كلها، ولذلك هي عامل استقرار أو عامل حرب مباشرة، لذلك تركيا اختارت طريق الاستقرار. الاستقرار لديه شروط مهمة جدا، هو إبقاء الأمور بتوازي، ولكن المشكلة في التوازي هو الإخلال الذي قامت به روسيا بضم جزيرة القرم، وهذه نقطة، وأيضا الشرق أوكرانيا، دعم المسلحين هناك. الحقيقة الموضوع ثقيل لكن يجب إدارته بتروي، لأن أيضا تركيا حليفة في الناتو، ونفس الوقت هي يعني الشريك الاقتصادي ربما المهم والأهم بالنسبة لروسيا. الموضوع ليس سهل حقيقة، يحتاج إلى جلوس كبير. أرجو أن تكون الأمور تذهب إلى الهدوء السياسي أكثر. إلى أي مدى يمكن ربط التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا بالتطورات التي تحصل في الشرق الأوسط وتموضع روسيا في سوريا مثلا؟ هو الحقيقة ليس فقط في سوريا، التواجد أيضا في ليبيا وما يزعج أيضا الناتو بشكل عام، وهذا حقيقة يختلف. في نسبة لسوريا أظن أن روسيا موقفها سيبقى قوي، لأنها فرضت معاهدة أظن 40 سنة أو أكثر في الساحل السوري، إذا أصبحت هي أيضا نقطة ثقل في الشرق المتوسط. لكن في ليبيا تواجدها هناك حتى الآن ليس لا قانونيا ولا معترفا به من قبل روسيا عبر الفاغنرز وغيرها، وضع هذا أيضا أظن مهم. لكن التواجد والتوغل أيضا في أفريقيا في مسائل متعددة، هذا أيضا يعني يزعج تقريبا القارة الأوروبية. وأخيرا أظن التقارب والتحالف التركي، عفوا، الروسي، الإيراني والصيني، هذا تحدي كبير أظن بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، تحديدا كان بريطانيا مثلا على أكثر، لأن تركيا طبعا ما هي تميل تجاريا يعني مع روسيا. أستاذ فراس، برأيكم في كل ما يحصل اليوم في العالم، هل نحن أمام عودة جديدة للحرب الباردة؟ ليس تماما حرب الباردة، لأن ما زالت روسيا يعني وضع في كثير من الولايات المتحدة الأمريكية بكثير من النواحي. هي ليست الاتحاد السوفيتي، لا تملك القوة التي كان يملكها، ولا تملك أيضا القوة الاقتصادية التي كان يملكها، ولكن هذه الدول لا تريد حرب، إذا تتجه نحو الحرب الباردة من ناحية العقوبات الاقتصادية التي فرضها أو السياسة التي بدأ فيها أوباما بشكل كبير، والآن تسير على نفسها الإدارات التالية، كان ترامب والآن السيد بايدن. إذا العقوبات الاقتصادية ممكن نقول أنها سلاح الحرب الباردة، لكن بنمط جديد، أسلوب جديد، ليس الأسلوب السابق، لأن أيضا ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي المتفردة في العالم. نعم، الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.